أعلنت عشيرة آل صرخة براءتها من المدعو محمود الصرخي مؤكدة طرده من العشيرة عام 1999 لفسقه وسوء أخلاقه. عشيرة آل صرخة وفي بيان لها أكدت أن المدعو محمود الصرخي كان بعثيا ومختصا بكتابة التقارير الحزبية فضلا عن عمله كوكيل أمن في زمن سبعة وإبراهيم الحسن، وكان يفتخر بذلك حينها ويعلق صورته مع سبعاوي في داره. وأوضحت في بيانها أن سبعاوي أرسل محمود الصرخي للدراسة في الحوزة العلمية لغرض التجسس وكتابة التقارير في تكتيك جديد بعد فشل كل خطط جهاز المخابرات باختراق الحوزة العلمية آنذاك.